السلام عليكم جميعا إلى قناة تعلم هندي بالعربي. Welcome everyone to my channel Learn Hindi in Arabic. في هاي الحلقة بنتابع من سلسلة الطلاب الجامعة بيعرفوا عن أنفسهم. شفنا بالفيديوين السابقات كيف الطالبة اللي اسمها ندى قدمت نفسها تعريف بسيط، وطبعا راح نشوف اكثر تفاصيل فيما بعد. هلا راح نشوف طالب كمان بيعرف عن نفسه اسمه راج، بيقدم نفسه كمان باختصار وراح يكون تكمله. وهاي طبعا فيكم تستعملوها لمجرد للتمرين والتعليم، فيك تستعملوها بالتعريف عن انفسكم وغيره. This is just continuation from the previous videos about university students, college students. We started with student Nada. She had a brief introduction of herself. Now another student, his name is Raj, is giving also introduces himself. And we'll continue more in the next video as well as in other videos. طيب هلا عنا زي ما حكينا راج بيعرف عن حاله، بقول انا راج، انا من شملة، في بلد في الهند اسمها شملة في الشمال على منحدرات جبال الهيمالايا، وهاي المنطقة جبلية سياحية. فاسم البلد في ناس بيسموها شملة، في ناس بيسموها سيملة. فهات نشوف شو كيف عرف على حاله بالهندي او بالانجليزي نقول، عشان اللي ما بيعرفوا عربي منيح وبدنا يتعلموا عربي وهندي. ف I am Raj. شو اسمه؟ بقول I am Raj. I am from Shimla او Simla. هلا كلياتنا سوا كيف بالهندي؟ بقول مي، يعني انا ماي، الى شعرتين ماي، راج هو، ماي راج هو، انا اللي هي ماي، راج الاسم، هو انا اكون، اي ام، هو زي اي ام. لما تقول ماي بتقول هو، لما تقول ماي بكون هو. هاي من الجرامر او من القواعد الهنديه. ماي راج هو، شو قول ماي راج هو. انت اي واحد منكم مثلا بيعرف عن نفسه بحط اسمه. مي علي هو، شو اذا اسمه علي؟ مي علي هو، مي محمد هو. او مي زي ما قالت ندى بالدرس السابق، مي ندى هو، كمان نفس الشيء بقوله. هلا شو بقول؟ منين هو؟ بقول ماي شملة، كا هو مي شملة، شملة زي ما قلنا البلد. ماي هاي هنا حرف ش، شوف زي اثنين بالانجليزي مع الف، هاي ش، شو هاي؟ ش، بس عشان عليها كسرة بنحط الالف من هاي الناحية عشان نكون عارفينها، والحائز بتكون زي هيك، شو زي كأنها زي اثنين بالانجليزي وإلى عصاي. هاي ش، شو نوع من انواع الش، كويس، بس عشان ايه فبنحط لها كسرة، بتكون شو شيء، شو بتكون هاي؟ فهم؟ مي شملة كاهو. في ناس بيقولوا بدل كاهو بيقولوا سيهو، التنتين بينو قراب على بعض نفس الشيء. مثلا هاي بقول انا من شملة، I am of شملة، يعني زي بالانجليزي بقول I am of شملة بدل ما اقول I am from شملة، نفس الشيء. فيك يقول الجهتين مي شملة كاهو، أنا صار من شملة، يعني فيها شوية فرق. مثلا أنت نقلت، أنت مثلا مولود في مثلا مولود في دلهي، بتقول أنا ما أنا من دلهي، أوف دلهي، بس إذا رحت على مدينة تانية وطولت فيها بصير تقول أنا من هاي، يعني بس بالأصل بتكون سي دلهي، بتقول إنه من الأصل أكثر بيستعملوها سي. فإذا هاي صارت الجملة الأولانية، عرف عن حاله، مي راج هو، مي شملة كاهو، كويس؟
طيب هاي عرفناها. هلا شو بعدين شو بكمل؟ بقول عن حاله انه لكن هالايامات انا من دلهي، زي ما حكينا، لكن هالايامات انا من دلهي، اوف دلهي. شو but nowadays I am from دلهي او اوف دلهي، زي ما بقول دلهاوي يعني تابع لدلهي. اوف ماشي الحال. فاذا هلا بالهندي شو بقول؟ لكن، زي بالعربي كيف بقولوا لكن، but، لكن بالانجليزي اشكال هالايامات شو بقولوا؟ هاي تعبير اشكال. اش هو اليوم، كال هي بكره، اشكال فبيجمعوه مع بعض بصير يقول اشكال هالايامات nowadays بالانجليزي. ماي يعني انا، دلي مي هو شو؟ ماي دلي مي هو انا يعني ساكن دلهي، في دلهي، عرفت شو؟ فماي هون معناها انا، ماي زي كانها في لها شحطه، ماي بينما هاي ماي شو؟ ونعرف شو؟ هيك بالعربي صرنا نكتبها شو؟ قراب على بعض بس هاي ماي لها شحطه زي ماي، هاي بالداخل انسايد ان، هاي معناها شو؟ ان دلهي، هاي ان وهاي ماي انا. كويس؟ مي دلي مي هو يعني انا في دلهي، يعني هو من شمله بس هلا ناو في دلهي لانه عم بدرس بالكوليدج او بالجامعه اللي بدلهي، هي ستادينج ان دلهي. اوكي فبنعيدها مره ثانيه، لكن اشكال مي دلي مي هو. كويس؟ هلا بنتابع الموضوع، عم بعرف كمان مور ثينجز. طيب بقول ميري ما باب، ميري ما باب يعني امي وابوي، ميري ما باب، ما يعني الام، باب بدلعوا للابو كمان شوي بقولوا باب، عرفت كيف؟ ميري باب ما باب شو؟ كاغار المنزل، يعني منزل ام وابوه وين موجودين؟ في سملة، زي ما قلنا هون، او شملة، هون كتبناها سملة، انا كتبناها شملة عشان التنوع. سملة مي هي شو؟ عم نحكي عن البيت، فقلنا هي، قلناش هو. كويس؟ فميري ما باب كاغار عم بيعرف بقول وين بيت اهله. شو؟ ميري ما باب، كويس؟ ميري كاغار سملة مي هي. فهيك بعرف على هذا. فمنزل الام ام وابوه في سملة، his parents house in سملة. شو نكتبها هون؟ my parents house in سملة. كويس؟ فصار عندنا هاي شوية فكرة عن الطالب راج، لكن راح نتابع، راح يتكلم بعد، قدم أكثر معلومات عن نفسه، وهاي راح نتابعها في الجزء اللي يتبع. In the following video we'll continue to talk about راج. He will continue to introduce himself, giving us more information. شكرا للمتابعة والرجاء لايك والاشتراك. Thanks for watching. Please like and subscribe. And see you. Assalam.